ما هذا الصوت؟ هل هذا جحر فار؟ أتساءل كم فأرا يعيش هنا؟ أريد أن أرى. ما هذا المكان يا ترى؟ صوفيا، أين أنت يا ابنتي؟ لنذهب في نزهة. ما هذا؟ صوفيا، أنت هنا؟ صوفيا! كم هو كبير حجم هذا الدونات! أوه صوفيا، بالكاد وجدتك! يا أبي، إننا نتواجد في منزل الفئران! هذا غريب، الفئران صغيرة، لكن هذا المكان كبير! صوفيا، انظري ماذا هناك، اهربي. واو، انها سمكة عملاقة. أنا أريد أن أشرب الآن. واو، هناك شاي. كم هو لذيذ هذا الشاي. واو، شربناه كله. صوفيا، انتبهي، إنه مرتفع. إنه ضخم جدا. صوفيا، لا تتسلقي هذه الأشياء. لن أفعل ذلك مجددا. يا لها من بيضة. ما هذه الرائحة؟ إنها رائحة الجبنة. إذا كانت هناك قطعة جبن ضخمة، فهناك فأر ضخم أيضا. ها هو. صوفيا، اركضي.
صوفيا، هناك الكثير من الفئران، يجب أن نجري. نعم يا أبي، هيا بنا. من هنا. لا صوفيا، صوفيا أسرعي، هناك نفق. ما هذا الصوت؟ نعم أبي، سمعته أيضاً. لنكتشف ذلك. يأتي من هذا الجانب. أجل. أبي تعال، الصوت قادم من هنا. لنرى ما بالداخل. أجل. شيء. آه صوفيا، تذكرت، إنها لعبة، لنفتحها. لنبدأ. واو. واو صوفيا، هناك قطع. سألعب دور القرد. أنا سأختار الفيل. وهذا نرد. الشخص الذي يجد اللعبة يبدأ أولا. صوفيا، ارمي النرد. لدي 10. مخلوق من المخلوقات، يهوى تسلق الشجيرات، يحب فاكهة صفراء، ويشتهر بالفهم والذكاء. القرد؟ أوه، كم عدد القردة هناك؟ لنركض. هيا اركضي صوفيا بسرعة. صوفيا، بالكاد نجونا من القردة. لم أرى مطلقا قردة كثيرة هكذا. أبي، علينا مواصلة اللعب. نعم صوفيا، بمجرد أن ننتهي من اللعبة ستختفي كل القردة. أبي، إنه دورك الآن. نعم صوفيا، إنها كذلك. ضخم جدا وثقيل، وله خرطوم طويل بلون رمادي جميل، ولها عظام ضخمة أيضا. صوفيا، أتسمعين؟ نعم أسمع يا أبي. أبي، إنه فيل. صوفيا، يجب أن نركض، البيت ينهار. اركضي صوفيا، اركضي. صوفيا، الحقي بي. أوه، فعلناها. حسناً أبي، علينا مواصلة اللعب لكي تعود الفيلة والقردة إلى جومانجي. أجل صوفيا، حسناً. حصلت على 9. ضرب 2. جسده ملون بالأسود والأصفر،
وتواجدك بجانبه يعرضك للخطر. أبي، أعتقد أنني أعرف ما هو. أبي، انظر! أبي، لنهرب! يجب أن نسرع. أعتقد أننا نجونا. أجل، ضخمة جدا وتدور ولونها لون الظلام وتكسر حتى الصخور، كل شيء يصير حطام. أبي، ماذا يمكن أن يكون؟ صوفيا، يجب أن نركض. نعم يا أبي، العاصفة تتحرك نحونا. أسرعي صوفيا، أسرعي. لنختبئ هنا صوفيا. صوفيا، علينا إنهاء اللعبة في أسرع وقت. نعم، نعم، وإلا فإن العاصفة ستدمر المنازل وتهدم الأشجار. صوفيا، عليك أن تحصلي على 8 أو أكثر لإنهاء هذه اللعبة. أبي، سأحاول. أبي، إنها 10. عمل جيد صوفيا، لقد انتهت اللعبة. أجل، أنا سعيدة جدا. أبي، انتهت اللعبة. العاصفة والحيوانات، عاد كل شيء إلى اللعبة. حسنا صوفيا، يا لها من مغامرة خضناها اليوم. أجل. يا أطفال، انظروا ماذا أحضرت. يا لها من بطة عملاقة. يا أطفال، هيا بنا لنقفز على هذه البطة. هيا بنا لنصدر صوت البطة. حسنا، كرا 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 كرا. يا أبي، أين نحن؟ لا أعرف صوفيا. واو، هناك الكثير من البط المطاطي. واو، لم أرى من قبل هذا العدد الهائل من البط المطاطي. يا أطفال، هيا بنا لنكتشف هذا المكان الغريب. أوه يا أبي، انظر. يا لها من فراولة عملاقة. أنا أحب الفراولة. أبي، أين هو ماكس؟ لا أعرف، كان هنا. ماكس، ماكس، لقد وجدتك صوفيا، ها هو ماكس في أرجوحة الفراولة. ما هذا الصوت؟ أطفال، دعونا نذهب ونرى. هيا لنذهب. أوه،
شيئا. أنا لا أقول شيئا. لا أسمع شيئا. واو، كم هو جميل هذا المكان. هناك الكثير من دمى الدببة. أوه، كم هي لطيفة. إنه حلمي. لنرى ماذا يوجد هناك. ماذا يوجد هنا؟ أوه، ما أجمل الاسترقاء على القمر. أوه، إنه بارك. اركضوا. يا له من رمز تعبيري عملاق. أطفال، كيف سنعود إلى المنزل؟ أوه أبي، دعنا نركب البطة. أوه بالضبط، لنذهب. أطفال، يجب أن نهز البطة. انظرا، لا شيء يحدث هنا. أتذكر أنك كنت ترتجفين آخر مرة. كواك 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 كواك. واو، لقد عدنا. من يبكي؟ ليا، ماذا هناك؟ لماذا تبكين؟ لقد ذهبت النيني. ماذا؟ ذهب قوس قزح؟ من يبكي بهذه الشدة؟ لماذا تبكين؟ تنين ليا، القوس قزح لقد ذهب. لا تقلقي، سوف يعود تنينك يا ليا. كيف يفترض ألا أقلق؟ لديك تنينك الخاص وأنا لا. أحبه كثيرا أنا أيضا. نحن بحاجة إلى إيجاد التنين بأسرع وقت. ليا، أخبريني، أين رأيت التنين آخر مرة؟ لقد رأيته آخر مرة بجانب صندوق قوس قزح. إلى جانب صندوق قوس قزح. إلى تحقق. أوه، ها هو. لا تقلقي يا ليا، سوف أجد قوس قزح. واو، يا له من مكان غريب. واو، ربما يوجد هنا التنين. علينا التحقق. لن تجد التنين وستضيعين نفسك. واو، العديد من المكافآت. لقد أكلت كثيرا، أريد أن أشرب شيئا الآن. أوه، هناك شاي. آسفة جدا، لم أقصد الوقوف على قبعتك. هاي، أخرجني من هنا. أنت مزعج جدا. أنا أبحث عن تنين قوس قزح. اسألي الأرنب الأبيض. الأرنب الأبيض؟ كيف سأتمكن من إيجاده؟
شكرا لك. واو، يا لها من غرفة غريبة. أرنب، لقد وجدتك. أرنب ساعدني من فضلك. أنا أبحث عن تنين قوس قزح، إنه تنين ليا. هل رأيته في مكان ما؟ لقد رأيته، إنه في عالم الهوبيت، لكن الطريق هناك يمر على غابة مظلمة. الغابة المظلمة؟ علينا إيجاد قوس قزح. دعونا نذهب إليها. لست خائفة على الإطلاق. غوريلا. واو، إنه عالم الهوبيت. قوس قزح، أين أنت؟ ربما في هذا المنزل. مرحبا، هل من أحد هنا؟ لا أحد هنا، أين هم؟ مرحبا، هل رأيتم قوس قزح؟ لا يوجد أحد هنا أيضا. أين سأجد هذا التنين المشاغب؟ قوس قزح، أين أنت؟ قوس قزح، أين أنت يا قوس قزح؟ يا قوس المطر. مرحبا قوس قزح، هل أنت هنا؟ يا لها من رائحة. أين أنت يا قوس قزح؟ صوفيا، لقد وجدتك أخيرا. لا أستطيع الوصول إليه. أوه يا قوس قزح، أنا سعيدة جدا لأنني وجدتك. أوه لقد تهت، لقد كنت خائفا جدا. لا تبكي يا قوس قزح، لنذهب إلى المنزل. لننزل أولا. ليا، انظري، لقد وجدت قوس قزح. أوه، لقد عاد قوس قزح الخاص بي. مرحى، تم العثور على قوس قزح. يا تنين، أهلا بك في منزلك. أوه، أنا سعيدة برؤيتك. عزيزي التنين، لقد اشتقت إليك كثيرا. اليوم هو عيد ميلاد ماكس، وسنواجه تحديا ممتعا في مركز لعب الأطفال. المهمة الأولى، اصعد إلى أعلى شبكة الملونة وعد إلى الأسفل. اذهب عبر المتاهة واقفز على الوسادة الصفراء. المهمة الثالثة، ضع الأسطوانات في مكانها الصحيح بواسطة سنارة الصيد.
المهمة الرابعة، اختر أقصر زلاقة وانزل من خلالها. المهمة الخامسة، تسلق الحبل وانزل عبر المنزلق الحديدي. المهمة التالية هي الرقم 6، وهي عبارة عن حمام بركانية. أجل، جيد جدا، لقد فعلناها. والآن دعونا نرقص. المهمة الأخيرة هي السابعة، قم بحل الأحذية بالشكل الصحيح واحصل على مركبة فضائية. ممتاز، لقد أنجزنا جميع المهام. عيد ميلاد سعيد. واحد، اثنان، ثلاثة، هيا! فرانك! لقد استيقظت. هيا تعال يا فرانك.
إنه منزلي. فرانك، فرانك. أنا فراشة. أنا فراشة. أتساءل كيف تخلق الفراشات؟ لقد فهمت. أولى المراحل هي أن تضع أم الفراشة البيض، ثم تفقس اليرقات من البيض. بعد ذلك تتحول اليرقات إلى خادرة غير مفهومة، وتخرج فراشة جميلة من الخادرة في النهاية. والآن سوف نتحقق. يا رفاق، إنها خادرة حقيقية. إنها تتحرك. والآن علينا انتظار الفراشات حتى تفقس. إنهم رائعون. أها. أطفال، أتريدون رؤية الكثير من الفراشات؟ نعم. نعم يا أبي بالتأكيد. كم عدد الفراشات الموجودة هنا؟ الفراشات تأكل. هناك فراشات زرقاء. واو، كم هي جميلة. أبي انظر، إنها أسماك. واحد، اثنان، ثلاثة. أين يا حلوتي؟
أطفال هيا لنتمشى. دونات. إنه سحر.